بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الجلاء لبلاده. عربت جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته ومفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار مشيدًا جلالته بهذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا جلالتهم وصلت العمل على تنمية وتعزيز هذه العلاقات الراسخة بين البلدين والدفع بها إلى مستويات أشمل على كافة الأصعدة بما يلبي ويحقق مصالحهما المشتركة.